بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحدثكم الدكتور إبراهيم زامل عبد الله الزامل، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الملك سعود. ناقشنا في الجلسات الماضية طرق تحضير المحاليل والعلاقات الكمية في التفاعلات الكيميائية اللي هو الاستوكيومتري والاتزان الكيميائي، وكذلك ناقشنا الأسيد بيزك والإبريم اللي هو حسابات البي اتش للحموض والقواعد وأملاحها، وأيضا ناقشنا المحاليل المنظمة البفر سوليوشنز ومدخل إلى التحليل الحجمي اللي هو الفوليومتريك أناليسيس، وبعدين ناقشنا معايرة الحموض والقواعد أو ما يسمى بمعايرة التعادل، و في هذه المعايرات حاولنا ان احنا نحاول نشتق من حنايا المعايرة وكيفية اختيار، ركزنا على كيف يتم اختيار الدليل المناسب للمعايرة وما هي المعايرة الناجحة، ثم عرجنا على معايرات الـ EDTA او معايرات تكوين مركب معقد او بمعنى اخر معايرة فلزات الـ EDTA. وفي هذه المواضيع كلها أخذنا تيتوريالز اللي هو تمارين وحليناها وأخذنا اكسرسايز كوزات، وفي هذه الجلسة سنستكمل البيزك اناليتيكال كيمستري أو الأسس الرئيسية في الكيمياء التحليلية، وسنناقش تفاعلات الأكسدة والاختزال. طبعا هذه مقدمة عن تعطيك فكرة عن أهمية تفاعلات الأكسدة والاختزال، تحاول توقف الفيديو وتحاول تقرأها. الشكل هذا حنرجع له بعد شوية. هنا طبعا تعريف للأكسدة والاختزال. طبعا الأكسدة هي اكتساب الإلكترونات، أي مادة تكتسب الإلكترونات أقول عليها اختزلت، والأكسدة هي فقد الإلكترونات، أي مادة تفقد الإلكترونات أقول عليها تأكسدت. لاحظ العملية الأكسدة والاختزال على من عملية متلازمتان، بمعنى لا يمكن لمادة أن تفقد الإلكترونات ما لم يوجد مادة أخرى تأخذ الإلكترونات، لأن الإلكترونات لا يمكن أن توجد حرة في المحلول. ولذلك طبعا العامل المكسد طبعا هو الذي يأخذ الإلكترونات من المواد الأخرى يكسدها، وش يصير له؟ هو يتأكسد لأنه أخذ الإلكترونات، يختزل. إذا العامل المكسد يأخذ الإلكترونات من مواد أخرى يأكسدها، ويصير في نفس الوقت اكتسب الإلكترونات يصير إنه اختزل. نفس الشيء العامل المختزل يعطي الإلكترونات للمواد الأخرى يختزلها، وش يصير له؟ هو يتأكسد لأنه فقد الإلكترونات. وأفضل وسيلة لفهم مع تفاعلات الأكسدة والاختزال نقسمها إلى نصفين، نقسم التفاعل إلى نصفين، نصف تفاعل يسمى تفاعل العامل المختزل، والنصف الآخر تفاعل العامل المكسد. مثلا في نصف التفاعل هذا الزنك طبعا يفقد الإلكترونين، فلز الزنك يفقد الإلكترونين تحول إلى أيون الزنك. في الحالة هذه الزنك تاكسد، هو عامل مختزل لأنه يعطي إلكترونات، أعطى إلكترونات في هذا التفاعل، بس يعطي إلكترونات للمواد الأخرى يختزلها، هو يصير تاكسد لأنه فقد الإلكترونات حصل تاكسد، لكنه هو عامل مختزل. لاحظ هنا فلز الزنك نسميه الشكل المختزل للزنك، ليش؟ لأنه هو اللي يعطي إلكترونات يختزل المواد الأخرى، بينما أيون الزنك نسميه الشكل المكسد اللي ممكن أنه لو أخذ الإلكترونات مواد أخرى وتحول إلى فلز الزنك معناته أصبح عامل مكسد، أخذ الإلكترونات صار ليش اختزال يتحول إلى فلز الزنك. فإذا يعني بمعنى آخر إذا بغيت أستخدم الزنك كعامل مختزل أستخدم فلز الزنك، إذا بغيت أستخدم الزنك كعامل مكسد أستخدم أيون الزنك. طبعا في هذا المثال يمثل الزنك عامل مختزل لأنه يفقد الإلكترونات،
يعطي الكترونات للحديد زمان كما سنرى فيما بعد. فهو عندك الجهد القياسي مهم جدا، لأن الجهد القياسي يعبر عن مدى ميل العنصر أو المادة للأكسدة أو الاختزال. سنناقشها بشكل مفصل فيما بعد. طبعا هنا عندك الحديد النصف الثاني لتفاعل أكسدة الاختزال اللي هو الحديد الثلاثي، ياخذ الالكترونات اللي هو مفقود طبعا هنا المعطاة من قبل فلز الزنك، مع ياخذها الحديد الثلاثي وتحول الى حديد ثنائي. يعني انا لو اضفت معدن الزنك او فلز الزنك الى الحديد الثلاثي، هذا اللي بيصير. فلز الزنك هيفقد الكترونين، هالالكترونين دول هيكتسبوا من قبل الحديد الثلاثي ويتحول الى حديد ثنائي. في الحاله هذه اسمي الحديد الثلاثي عامل مؤكسد، لانه اكسد فلز الزنك، اخذ منه الكترونين. وش حصل للحديد الثلاثي؟ صار له اختزال، هو عامل مؤكسد صار له اختزال، خذ الكترونات تحول الحديد الثنائي. اذا بغيت نفس الشيء بالنسبه للحديد الثلاثي، الان الحديد الثلاثي هذا المثال يمثل عامل مؤكسد لان اخذ الالكترونات، لكن لو بغيت استخدم الحديد الثنائي كعامل مختزل في تفاعل اخر مثلا، استخدم الحديد الثنائي، عشان كذا اسميه شكل مختزل. اختصار reduced form، اختصار ال reduced form نقول له red يعني reduced form أو الشكل المختزل. فإذا هنا oxidized form الشكل المؤكسد اللي هو ياخذ الالكترونات يتحول للشكل المختزل. فإذا الحديد إذا بغيت استخدم كعامل مؤكسد كما هو في المثال هذا، استخدم في الحديد الثلاثي، استخدم الحديد الثلاثي. معذرة بس بينما إذا بغيت استخدم الحديد كعامل مختزل، استخدم الحديد ايش؟ استخدم الحديد الثنائي. ايضا باختصار الموضوع انه العامل المؤكسد ياخذ الكترونات من المواد الاخرى يؤكسدها، يصير له هو نفسه اختزال، بينما العامل المختزل يعطي الالكترونات الاخرى للمواد الاخرى يختزلها، هو يصير له فقد الالكترونات، يصير له انه تاكسد، هو تاكسد. عندك طبعا الفيديو هذا يشرح لك برضو عملية، تروح برضو لليوتيوب تكتب يونت 10 سبجكت سلايد 6 يطلع لك الفيديو هذا، تقدر تشغله ويوضح لك الكلام اللي قلنا عليه. طبعا ربما بمثال مختلف، مو له شرط يكون هذا المثال. الشكل هذا طبعا يوضح لك الكلام اللي قلناه. لاحظ الزنك مع فلز الزنك عنده الكترونين، يفقدهم ويتحول الى ايون الزنك. معناته اقول فلز الزنك تاكسد عن طريق فقده الالكترونات، ونسميه ريديوسنج ايجنت، عامل مختزل. بينما الحديد الثلاثي الحديد الثنائي ياخذ اثنين من الحديد الثنائي ياخذوا هالالكترونين وتحولوا لحديد ثلاثي، فالحديد اختزل بمعنى انه اكتسب الالكترونات، لذلك نسميه ايش؟ العامل المؤكسد. هنا الشكل المختزل للحديد، وهنا الشكل المؤكسد للحديد، بينما هنا الشكل المختزل للزنك، وهنا الشكل المؤكسد للزنك. هذا يلخص لك تفاعل الأكسدة والاختزال، الشكل هذا يلخص لك تفاعل الأكسدة والاختزال. إذا هذا عندك تفاعل كامل، الصورة هذه حنعرف كيف نحن ايش نكتب التفاعل الأكسدة والاختزال فيما بعد. ملاحظة أخرى، لاحظ أن الشكل المؤكسد العامل المؤكسد يتحول من حالة تاكسدية إلى حالة تاكسدية أعلى إيجابية، لاحظ من زائد 2 إلى زائد 3. بينما الشكل المختزل وهذا مهم جدا يتحول من حالة تاكسدي صفر إلى حالة تاكسدي أعلى إيجابية زائد 2. شوف من صفر إلى زائد 2 تزداد الحالة التاكسدية أو العدد التاكسدي. بينما في هذا بالنسبة للشكل بالنسبة للعامل المختزل، بينما العامل المؤكسد
يتحول من حاله تاكسيديه لحاله تاكسيديه اعلى، وهذا مهم جدا على التفاعلات، تعرف وش اللي تاكسد وش اللي اختزل، مهم جدا هذا. فاذا مره ثانيه الشكل العامل الماكسيدي يتحول من حاله تاكسيديه لحاله تاكسيديه اعلى ايجابيه من زائد 2 الى زائد 3 مثلا في المثال هذا، بينما العامل المختزل ريدوسينج ايجنت يتحول من حاله تاكسيديه لحاله تاكسيديه اعلى ايجابيه عكس تماما العامل الماكسيد. طبعا هناك علاقة وثيقة بين الخلية الجلفانية، الخلايا الكهربائية بشكل عام، احنا نتكلم هنا عن خلية جلفانية، وتفاعل الأكسدة والاختزال. لاحظ انه العامل المختزل اللي هو الزنك في الحالة هذه يحصل له أكسدة زي ما قلنا، هو عامل مختزل بس يصير له أكسدة يتأكسد، ويمثل الأنود أو المصعد في الخلية الجلفانية. ولاحظ طبعا انه جهده القياسي، برضه حنتكلم عن جهده القياسي فيما بعد، جهده القياسي اقل ايجابية من الجهد القياسي للمهبط. اذا العامل المختزل يمثل المصعد في الخلية الجلفانية ويحصل اكسدة ويكون جهده القياسي اقل ايجابية من الجهد القياسي للعامل الماكسد. لاحظوا العامل الماكسد يحصل اختزال، يختزل ويمثل المهبط في الخلية الجلفانية ويكون جهده القياسي أعلى إيجابية من الجهد القياسي للمصعد، وهذا مهم جدا. فهنا طبعا يفقد الإلكترونات يصير الأكسدة، يفقد الإلكترونات، الإلكترونات تمشي عبر السلك تروح إيش إلى الحديد، لاحظ يفقد اثنين إلكترون، اثنين إلكترون رايحة من هنا، شوف اثنين إلكترون يأخذهم أيونين من أيونات الحديد الثلاثي، تاخذ كل ايون ياخذ الكترون يتحول الى حديد ثنائي، وهذا طبعا يصير يجري التيار الكهربائي و نلاحظ ان اللمبه تضيء نتيجه مرور التيار الكهربائي. ايضا هذا الشكل يوضح لك وش اللي صاير. مثلا عندك هنا شوف هذا يمنح الكترونات وهذا يكتسب الكترونات، فهنا طبعا لما يفقد الالكترونات صار ايش؟ صار له عند عملية اكسديشن تاكسد، هنا حيكتسب الالكترون، حيكتسب الالكترون يصير عملية ايش؟ اختزال، يصير له عملية اختزال، فهذا يكتسب الالكترونات وهذا يفقد الالكترونات، فاللي يفقد الالكترونات هيصير عامل ايش؟ قلنا بيفقد الالكترونات يصير عامل مختزل، بينما اللي يكتسب الالكترونات يصير عامل مؤكسد. هذا ما يصير طبعا في البطاريات العاديه اللي نشتريها من السوبر ماركت. لاحظ هنا الكاثود، هنا الانود، الالكترونات تنتقل من الانود الى الكاثود، بالضبط كما وضحنا بالنسبه للزنك والحديد، فلز الزنك والحديد الثلاثي. ايضا الشكل هذا طبعا هنا شوف انتقل الالكترونات من اللون الاحمر الى اللون الاصفر، هذا يفقد الالكترونات معناته التاكسد، معناته يمثل العامل المختزل، معناته الحالة التاكسدية حتزداد او الاكسديشن نمبر حيزداد، بينما هنا عندك يكتسب الالكترونات معناته يحصل الاختزال، معناته انه يمثل العامل المؤكسد، الاكسديشن نمبر او ان تمثل الاكسديشن نمبر الحاله او الحاله التاكسديه تقل، فالعامل المؤكسد يتحول من حاله تاكسديه لحاله تاكسديه اقل، بالعكس العامل المختزل يتحول من حاله تاكسديه لحاله تاكسديه على زي ما اشرنا سابقا. عندك هنا الفيديو برضو يعطيك يشرح لك الخليه الجلفانيه، ممكن تروح اليوتيوب تكتب يونت 10 سبجكت سلايد 10 وتلاقي الفيديو هذا وتحاول تشغله يشرح لك بالضبط زي الشرح اللي احنا شارحينه هنا، بس طبعا حيشرح لك باللغه الانجليزيه، انت تكون صار عندك خلفيه عن الموضوع فتقدر تتابع حتى لو كان انجليزيتك تعبانه شويه ممكن تتابع، لانه احنا شرحنا لك الموضوع وانت فاهم الموضوع الان. اذا الحاله التاكسديه، التغير في الحاله التاكسديه مهم جدا، لانه التغير في الحاله التاكسديه يدلك على
وش اللي تاكسد وش اللي اختزل بناء على الكلام اللي قلناه هنا. فالمادة هنا صار الحالات التاكسدية زادت معناها تمثل ايش؟ reducing agent. إذا الحالة التاكسدية قلت معناها تمثل ايش؟ عامل مؤكسد. لذلك تعرف في التفاعل عن طريق متابعة الحالة التاكسدية تعرف وش اللي تاكسد وش اللي اختزل. فهناك قواعد لحساب الحالة التاكسدية عشان تتبع. أول شيء طبعا دائما احنا نكتب طبعا الكاتيون أول وبعدين يجي بعده الأنيون المتبع عادة. فلما نكتب مثلا NaH معناته Na الكاتيون والهيدروجين في الحالة يمثل ايش؟ الأنيون. ولذلك في 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 المركب هذا هيدريد الصوديوم الحالة التاكسدية للهيدروجين يساوي ناقص واحد، لأن احنا نعرف الحالة التاكسدية للصوديوم زائد واحد. اما طبعا اذا كتبنا بالصوره هذه معناته يمثل الهيدروجين يمثل كاتيون والكلوريد يمثل الانيون. في الحاله هذه حاله تاكسدية للهيدروجين زائد واحد. عموما في غالبيه المركبات دائما الحاله التاكسدية للهيدروجين زائد واحد هنفهمها دائما، يعني ما عدا في الهيدريدات، هيدريدات الفلزات، ولكن الغالبيه هو زائد واحد للهيدروجين. فناخذ الاعتبار ان الهيدروجين زائد واحد. الحاله الثانيه انه الفلزات، لاحظ الفلز نفسه الصلب دائما الحاله التاكسديه يساوي صفر، والجزيئات مثلا النيتروجين الى اخره برضه هذه كلها الاكسجين او 2 كلها الحاله التاكسديه تساوي صفر. الملاحظه الثالثه في حساب الاكسديشن نمبر بالنسبه للكاتيونات طبعا واضح، لاحظ هنا الصوديوم الحاله التاكسديه زائد واحد. بالنسبة للنيتروجين لاحظ هنا الحالة التاكسدية واضح عندك موضح ناقص ثلاثة. هذا بالنسبة للأيونات حادية الذرة. طيب الملاحظة الثالثة الأكسديشن نمبر الأكسجين غالبا ناقص اثنين. فالأكسديشن نمبر الأكسجين نحسب على أساس أنه ناقص اثنين مجموع الاكسديشن نمبر للذرات المركب دائما طبعا يساوي صفر. في مركب متعادل لما يكون مركب متعادل معناته مجموع الحالات الاعداد التاكسديه لذرات المكون المركب يساوي صفر. بالنسبة للمركب حديد الذرات الأيون ياخذ طبعا شحنة الأيون. فمثلا الأكسجين نمبر SO4 ناقص 2، شو معنى ليش طلعنا ناقص 2؟ لأن الأكسجين طبعا ناقص 2، أوكي؟ 4 في ناقص 2 ناقص 8. ناقص 8 الحالة التاكسدية الكبريت في الحالة هذه 6. الحالة 6 زائد 6 فزائد 6 وناقص 8 يطلع الفرق ناقص 2، لأن الحالة التاكسدية 6 طبعا في الحالة هذه. ريدوكس طبعا احنا دائما لاحظ نمثل الاكسديشن الاكسديشن ريدكشن نختصرها ريدوكس. فريدوكس اختصارا للاكسديشن ريدكشن. فريدوكس ريدكشن معناته اكسديشن ريدكشن ريدكشن. لذلك طبعا في التفاعلات الاكسده والاختزال من المهم جدا تعرف اي الماده تاكسدت واي الماده اختزلت. لازم تتبع الالكترونات وش اللي زاد عدد الحاله التاكسديه لها زادت وش اللي نقصت، وبناء على هذا نقدر احنا نقدر. وهذا زي ما قلنا مهم جدا لما اشوف في التفاعل اعرف وش اللي تاكسد وش اللي. خلينا ناخذ مثال، مثلا هذا المثال هنا لاحظ نشوف الالومنيوم مثلا. الالومنيوم هنا فلز الامونيوم صفر، شوف ما في شحنه هنا صفر. هنا 3 في ناقص 2 ناقص 6 ناقص 6 وطبعا هنا متعادل، هنا صفر متعادل ناقص 6 معناته تعادلت بزايد 6. عندك زايد 6 بس عندك 2 الومنيوم، اذا كل واحد الومنيوم زايد 3. اذا الالومنيوم تحول من صفر الى زايد 3، من صفر الى زايد 3 معناته ايش؟ هو عامل لا بد من صفر إلى زائد ثلاثة
هو عامل ايش؟ مختزل، عامل مختزل، لانه زاد الحاله التاكسيديه من صفر الى زائد 3، فالحد الالومنيوم عامل مختزل. بينما الحديد هنا، شوف هنا الحديد هنا صفر، هنا كم الحاله التاكسيديه؟ 3 في ناقص 2، الاكسجين ناقص 2، 3 في ناقص 2 ناقص 6، هذا لازم يكون زائد 6، زائد 6 بس عندك ذرتين حديد، معناته الحديد الواحد زائد 3، فتحول من زائد 3 الى صفر، تحول من زائد 3 الى صفر، لاحظ هنا صفر، من حاله تاكسدي عليا الى حاله تاكسدي اقل، معناته عامل مؤكسد. اذا هو هنا طلع عرفت هذا العامل مؤكسد وعرفت هذا العامل مختزل بالنظر الى الحاله التاكسديه، التغير في الحاله التاكسديه. هذا طبعا تحول من صفر الى زائد 3، يعني زادت الحاله التاكسديه، معناته فقد الكترونات، فقد الكترونات، معناته عامل مختزل، تاكسد هو بس هو عامل مختزل. بينما الاكسيد الحديد اكتسب الالكترونات اللي تحول من زائد 3، الحديد تحول من زائد 3 الى صفر، معناته اخذ الالكترونات، ها معناته عامل مؤكسد، اكسد الالومنيوم، وش صار له؟ هو اختزل. فشوف بمعرفه الحاله التاكسديه اقدر اعرف وش اللي تاكسد وش اللي اختزل. طبعا هنا يشرح لك الحاجات اللي شرحناها، تحاول انت ايش تقراها، نفس الكلام اللي شرحناه. لاحظوا هنا الفيديو مو موجود على اليوتيوب هنا، فشوف هنا اليو ار ال ادريس للفيديو، يعني حاول سجل هذا العنوان وروح على اليوتيوب واكتب العنوان هذا، يطلع لك الفيديو هذا، وهذا يشرح لك ايش عن الحاله التاكسديه، كيف استخدام الحاله التاكسديه للتعرف على من المواد تاكسد ومن المواد اختزل. فهذا هو العنوان، ارجو انك ايش توقف الفيديو وتسجل العنوان هذا وتروح اليوتيوب وتكتب العنوان هذا في اليوتيوب، يطلع لك ايش الفيديو. طيب نفس الشيء برضو لا زال هو ايش يشرح لك عن نفس الشيء، الفيديو هذا برضو تحاول تروح للعنوان هذا، وقف الفيديو واكتب العنوان هذا وروح طبعا اليوتيوب واكتب العنوان هذا، يطلع لك الفيديو، لانه مو موجود، ما قدرنا احنا ايش نسجله في الماي شانل، فصار عنده صار في مشكله. فانت مجرد تاخذ العنوان هذا وتروح تكتبه على في اليوتيوب، يطلع لك ايش الفيديو هذا. يستمر طبعا كل هذا الشرح للكلام اللي قلنا عليه، كل هذا الشرح يشرح لك الكلام اللي قلنا عليه. هنا طبعا هنا بيستخدمون اويل ريج، عشان اذكرهم طبعا اويل ريج اللي هو منصة البترول او البمب حق اللي يطلع البترول من الارض. اويل ريج، اويل معناته اكسجين، اكسيديشن از لوس اوف الكترونز، يعني الاكسده فقد الالكترونات، اكسيديشن از لوس اوف الكترونز. اويل ريج اللي هو ريدكشن از جين اوف الكترونز، ريدكشن از جين اوف الكترونز، هذا عشان تذكرك التفريق بين الاكسده والاختزال، احيانا نلخبط شويه. طبعا هنا برضه كمثال حدد العامل الحاله التاكسديه او الاكسديشن نمبر، احنا نسميها الاكسديشن نمبر او ان او الاكسديشن ستيت الحاله او اس اللي هو الحاله التاكسديه للعنصر اللي هي طبعا المكتوب باللون الاحمر. لاحظ هنا نقدر نطلع الحاله التاكسديه للفسفور، شوف لاحظ الحاله التاكسديه للصوديوم زائد 3 معروف، الاكسجين ناقص 2، ف3 في ناقص 2 ناقص 6، اوكي 3 الاكسجين ناقص 2، 3 ضرب ناقص 2 ناقص 6، انا عندي هنا 3 موجب وهنا ناقص 6، طب لو المركب متعادل فهنا عندك ناقص 6 وزائد 3 يطلع عندك ناقص 3، معناته ايش؟ الفوسفور زائد 3 لان المركب كله متعادل اصلا صفر. في الحاله هذه هنا شوف 4 في طبعا هو المركب، الحالة هذه المركب اشارته ناقص 1 هنا صفر،
4 في ناقص 2 ناقص 8. طيب ناقص 8 الهيدروجين 2 زائد 2 ناقص 8 وزائد 2 صار ناقص ايش؟ 6. ناقص 6 ليش صارت ناقص 1؟ لازم تعادل بكم؟ زائد 5. اذا الفسفور في الحاله هذه زائد 5، حاله تكسدي هنا زائد 5. مره ثانيه 4 في ناقص 2 ناقص 8، ناقص 8 عندك هنا زائد 2 ناقص 8 زائد 2 حتكون ناقص 6. ناقص 6 بقيت ناقص 1 معناتها هذه زائد 5 حتى اصبحت الصوره هذه. وهذا يشرح لك هذا طبعا، اذا ما فهمتني تقدر تفهم من هنا، يشرح لك وشلون وش الوضع وش اللي سوينا. ها نفس الكلام اللي قلت لكم الان هو مشروع هنا. مثال اخر، حدد اي من المواد تاكسد واي من المواد اختزل. لاحظ هنا ناخذ التفاعل الاول، واضح جدا الزنك ايش صار له؟ تحول من فلز الزنك الى ايون الزنك، ايش صار له؟ معناته فقد الكترونين. اوكي، فقد الكترونين معناته هو عامل مختزل، فقد هو حصل له اكسده تاكسد، لانه فقد الكترونين معناته تاكسد هو عامل مختزل الزنك. الهيدروجين تحول من زائد الى صفر، من زائد يعني من حاله اكسديه عليا الى حاله اكسديه اقل، معناته هو عامل ايش؟ مؤكسد، وعامل مؤكسد، بينما هذا فقد الالكترونات وعامل مختزل. نجي مثلا للالومنيوم، لاحظ الالومنيوم تحول من صفر، لانه هنا صفر عندك ما متعادل، من صفر الى زائد 3 على طول اقدر اقول على الالومنيوم انه ايش؟ عامل مختزل، لانه فقد الالكترونات، فقد 3 الكترونات حتى تحول الى زائد 3، حتى تحول من صفر الى زائد 3 معناته فقد 3 الكترونات، معناته هو عامل ايش؟ مختزل، هو تاكسد، عامل مختزل معناته تاكسد، فقد الكترونات بس انه اختزل، يختزل النحاس. النحاس تحول من زائد 2 الى صفر معناته اكتسب الكترونات، اكتسب الكترونين، لاحظ حتى يتحول من زائد 2 الى صفر اكتسب الكترونات، معناته هو عامل ايش؟ مؤكسد، فاخذ الالكترونات من المواد الاخرى لكن حصل له اختزال، هو عامل مؤكسد بس حصل له اختزال، لانه هو اخذ الالكترونات من الالومنيوم واكسد الالومنيوم لكنه هو حصل له اختزل، انه اختزل. نجي للتفاعل الثالث، نشوف الهيدروجين، الهيدروجين هنا زايد، وهنا طبعا الهيدروجين عندك الاكسجين ناقص 2 ولا لا 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 لا. الهيدروجين طبعا حيكون عندك زايد، حيكون زايد 1، وهنا زايد 1. الهيدروجين ما تغير حالته التاكسدية. الكربون نشوف هنا، الكربون طبعا هنا 2 في ناقص 2 ناقص 4، إذا هذا زايد 4، حالة التاكسدية الكربون زايد 4. هنا 3 في ناقص 2 ناقص 6، ناقص 6 ايش؟ وبقي عندك ناقص 2 بعد كل هذا زايد 4. أربعة أربعة، إذا ما حصل هذا لا يوجد في حالة تاكسد، لا يوجد تأثير. لا في أكسدة ولا اختزال، يعني لا الهيدروجين تغير حالة التاكسدية ولا الكربون تغيرت حالة التاكسدية. هذا أربعة أربعة وهذا زائد واحد زائد واحد، إذا هنا ليس تفاعل أكسدة واختزال، وهذا يشرح لك إيش الكلام اللي قلناه. مثال ثاني، طيب أي من المواد تاكسد في الحالة هذه؟ لاحظ هنا الهيدروجين من زائد الى صفر معناته اخذ ايش؟ الكترونات، معناته لما اخذ الكترونات اذا عامل هو عامل ايش؟ مؤكسد. الزنك من صفر الى زائد 2 معناته فقد الكترونين، معناته عامل ايش؟ لما فقد الكترونين عامل مختزل، عامل الزنك عامل مختزل، بينما الهيدروجين تحول من صفر من زائد الى صفر يعني ياخذ الكترونات معناته عامل مؤكسد، عامل مؤكسد صار له اختزال، هنا عامل مختزل صار له اكسده. طيب طبعا نقدر نشغل الفيديو هذا اللي شرحنا على الستاندرد الكترود بوتنشال اللي هو الجهد القياسي للقطب.
الجهد مهم جدا جدا لينوت، نرمز له بالرمز إينوت اللي هو ستاندرد الكترود بوتنشال أو الجهد القياسي للقطر. طبعا هذا طبعا يتم قياسه تحت الظروف القياسية، عشان كده نسمى ستاندرد. الظروف القياسية شو هي؟ درجة الحرارة 25 درجة مئوية، ضغط 1 اتموسفير، ويكون التركيز الشكل المقصد وتركيز الشكل المختزل يساوي 1 مولر، يعني 1 مول of the activity of redox participant اللي هو الشكل المقصد لنصف التفاعل، والشكل المختزل يساوي الشكل المختزل يساوي الوحدة تركيز. OX means طبعا the oxidized form، red means the reduced form الشكل المختزل من الشكل المقصد زي ما قلنا سابقا. طبعا هو لا يمكن قياس الجهد القياسي لوحده، لانه زي ما قلنا الالكترونات لا توجد حره في المحلول، لازم نوصل القطب بقطب اخر مرجعي حتى نقيس جهده القياسي. على فكره ممكن عند الفيديو هذا تروح لليوتيوب تكتب يونت 10 سبجكت سلايد كام سلايد لحظه 20 سلايد 20 اذا يونت 2 سبجكت سلايد 20 تروح تكتبها في اليوتيوب تطلع لك الفيديو هذا. بقول نروح نرجع لموضوعنا، الجهد القياسي لا يمكن قياسه بمفرده، لازم نوصله بقطب اخر اللي هو طبعا يسمى قطب المرجع اخر زي مثلا الستاندرد هيدروجين الكترود، نوصله بقطب الستاندرد هيدروجين الكترود تحت الظروف القياسيه كلاهما اثنين، الهيدروجين الستاندرد هيدروجين الكترود والقطب الذي نريد قياس الجهد القياسي له كلهم تحت الظروف القياسيه. خلينا نشوف هنا ممكن عندنا الشكل هذا هو ايه، هذا هذا الستاندرد هيدروجين الكترود تحت الظروف القياسيه. نفترض انه افتراضا انه الستاندرد هيدروجين الكترود تحت الظروف القياسيه، عرفنا وش الظروف القياسيه، يساوي صفر. ثم نجيب اي قطب من الاقطاب مثلا الزنك نوصله بقطب الهيدروجين القياسي، وهنا نستخدم مقياس الجهد فولتميتر يقيس لك فرق الجهد. طالما افترضنا هذا صفر اذا فرق الجهد حيمثل الجهد القياسي للزنك اللي هو يساوي كم؟ اعتقد ناقص 0.76 ناقص 0.76 اعتقد الزنك زي ما لاحظنا هنا عندك هنا معليش ارجع لي شوي لاحظ الجهد القياسي للزنك ناقص 0.76 وهكذا يعني. ثم بدل الزنك اجيب الحديد، اجد ان الحديد مثلا حيطلع عندك هنا، هذا موجود عندنا 0.76 وين احنا رايحين ندوره موجود عندنا هنا معلش معذرة. الحديد برضو لما استبدل الزنك بالحديد سجد انه 0.77 طبعا 0.77 وهكذا نقدر نقيس الجهود القياسية لأنصاف التفاعلات بالطريقة هذه. طبعا عندك الفيديو هذا تقدر تشغله يقول لك يعني طبعا يشرح لك كيف، طبعا كيف تروح للفيديو هذا تروح لليوتيوب تكتب يونت 10 سبجكت سلايد كام 121 يونت 10 سبجكت سلايد 21 وتشغل الفيديو هذا في اليوتيوب. اذا هذا ممكن لما سوينا القياسات هذه وشوف طلع عندنا الجهود القياسية، هذا ملخص طبعا في اي كتاب تحصله تحصل سلسلة صفحة او صفحتين غالبا ما يكون صفحتين الجهود القياسية نوت للمواد. هذه الطريقة اللي قسنا بها، شوف جبنا مثلا السيريوم وضعناه هنا وتحت الظروف القياسية، وش الظروف القياسية قلنا اللي هو درجة حرارة الغرفة ويكون تركيز الشكل المقصد يساوي تركيز الشكل المختزل يساوي الوحدة. وسنجد انه ايش الفولتميتر يقول لك 1.44 لان هنا افترض انه صفر تحت الظروف القياسية، وهكذا بالنسبة للبقية نفس الشيء. اجيب الفضة
واستبدلها حطها هنا ووصلها بالهيدروجين ثم نقيس الفولتميتر حيطلع عندك الفضة 0.8 وهكذا. وش تلاحظ انت هنا؟ لاحظ لاحظ احنا استربنا الهيدروجين يساوي صفر، لاحظ الهيدروجين يساوي صفر، معناته كل ما زاد الجهد القياسي، شوف الملاحظة، كل ما زادت قوة ميل الشكل المكسد لياخذ الالكترونات وضعفت ميل الشكل على الشكل المختزل. شوف لاحظ الشكل المكسد هو اللي ياخذ الالكترونات، والشكل اللي يعطي الالكترونات هو الشكل المختزل. إذا كل ما زاد، لاحظ هنا شوف، كل ما زاد الشكل الجهد القياسي نوت، أنا تزداد قوة الأكسدة، تزداد قوة الشكل المكسد لميله لاخذ الالكترونات، وتضعف قوة الشكل المختزل يفقد الالكترونات. والعكس من ذلك، كل ما نقص الجهد القياسي، كل ما زاد ميل الشكل المختزل انه يفقد الالكترونات، ويضعف ميل الشكل المكسد انه ياخذ الالكترونات. ولذلك جرت العاده ان اللي جهده منخفض مره نسميها عوامل مختزله، لان عندها ميل تفقد الالكترونات. بينما المواد اللي جهدها القياسي عالي جرت العاده تسميتها مواد مكسده، لانها عندها ميل تاخذ الالكترونات وليس تفقد الالكترونات. هذه طبعا ملاحظة مهمة جدا. الناقص ماذا تعني إشارة الناقص هذه وإشارة الموجب؟ هنا ما في إشارة، هنا إشارة ناقص. هذه تعني أنه إذا وصلت القطب هذا بالهيدروجين، فالهيدروجين حيمثل مهبط، والأي قطب من الأقطاب هذه حتمثل مصعد، بمعنى التفاعل يسير في الاتجاه العكسي. كادميوم، طبعا فلز الكادميوم، هنا طبعا فلز وليس هنا نوت، لحظة معليش. هنا كادميوم، هنا طبعا الكادميوم سي دي نوت، لانه طبعا فلز الكادميوم يتحول الى ايون الكادميوم. هنا فلز الزنك يتحول الى ايون الزنك، فلز الالومنيوم يتحول الى ايون الالومنيوم، هكذا يعني تمثل مصعد لما توصلها بالهيدروجين. بينما هذه موجب، يعني انها تتجه في الاتجاه العكسي من اليمين لليسار، عشان كذا اعطينا اشاره سالب. الموجب لما توصل بالهيدروجين حتمثل مهبط، اذا التفاعل يسير كما هو مكتوب من اليسار لليمين كما هو مكتوب، لان يعني حتمثل مهبط والهيدروجين يمثل مصعد، لان الهيدروجين اقل منها في الجهد. اذا دائما طبعا لما انت تفاعل مادتين تقدر تحدد اياهم العامل المكسد واياهم العامل المختزل بطريقتين. عرفنا الطريق السابق اللي هو الاكسديشن ستيت، التغير في الحالات التاكسدية، تقدر تعرف هل هو عامل مكسد ولا عامل مختزل، هذه حاجة. الحاجة الثانية في طريقة ثانية اللي هي الجهد القياسي، اللي جهده أعلى تمثل عامل مكسد في التفاعل التلقائي أو الخلية القلفانية أو التفاعل التلقائي، اللي جهده أعلى يمثل عامل مكسد، اللي جهده أقل يمثل عامل مختزل. إذا هذه طريقة أخرى لمعرفة أي من المواد يمثل عامل مكسد وأي منها يمثل العامل المختزل. لاحظ برضه من الجدول هذا استفيد حاجات. لاحظ شكل مكسد مع شكل مكسد ما يتفاعل، انما يتفاعل شكل مكسد مع شكل مختزل، هذه ملاحظه. ايضا شكل مختزل مع شكل مختزل ما يتفاعل، اللي يتفاعل شكل مكسد مع شكل مختزل، هذه ملاحظه مهمه. الحاجه الثانيه، لاحظوا ان الشكل المكسد يؤكسد الاشكال المختزله اللي تحت منه اللي اقل منه في الجهد كله، مثلا الفضه تاكسد لك كل الاشكال المختزله هذه اللي تحت منها لأن أقل منها في الجهد، بينما الفضة لا يمكن تؤكسد السيريوم الثلاثي الشكل المختزل للتفاعل اللي أعلى منها لأن جهدها أعلى. فالفضة لا يمكن يؤكسد السيريوم الثلاثي، ولكن ممكن يؤكسد الحديد الثنائي إلى آخره، اليوديد، القصدير الثنائي إلى كل هذه. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه في أي تفاعل لا يمكن أقول هذا عامل مكسد أو هذا عامل مختزل إلا لما أعرف التفاعل. فمثلا عندنا مثلا الحديد، أوكي نأخذ الحديد كمثال. الحديد لما يتفاعل مع اليوديد أعرف أن الحديد عامل مكسد واليوديد عامل مختزل. ليش؟ لأنه عندك هنا جهد أعلى وهذا جهد أقل، فأعرف أن الحديد الثلاثي حيأكسد اليوديد. بس هنا لو فعلت مثلا الحديد الثنائي مع الفضة أيون الفضة،
في الحالة هذه الحديد هيمثل عامل مختزل، والفضة هتمثل عامل مؤكسد. هنا إذا هنا يعني لا ي... بمعنى آخر لا يمكن أن نطلق على مادة عامل مؤكسد إلا إذا عرفت المادة الأخرى اللي تفاعل فيها، لأنه قد يكون المادة في تفاعل ما تصير عامل مؤكسد وفي تفاعل آخر تصير عامل مختزل. لكن احنا قلنا جرت العادة انه اللي جهده عالي تسمى عامل مؤكسد واللي جهده منخفض تسمى عامل مختزل، لكن بشكل عام لا يمكن تقدر تقول على مادة مؤكسدة او مختزلة الا اذا عرفت المادة الاخرى اللي تتفاعل معها. طبعا هذا يذكرك انه هاي تميل لانها تفقد الالكترونات، لاحظ، وهاي تميل انها تكتسب الالكترونات، تكتسب الالكترونات وهذه تفقد الالكترونات. الملاحظة الأخيرة انه على الجدول هذا انه دائما تلاحظ انصاف التفاعلات كلها تكتب كاختزال بصرف النظر عن التفاعل يمشي من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار، دائما تكتب كاختزال. فهذه ملاحظة مهمة، بس احنا كتبنا بعض التفاعلات كأكسدة دي بس للتوضيح، انما بشكل عام دائما نصف التفاعل يكتب كاختزال. طبعا يشرح الكلام اللي شرحناه، تحاول تقرا نفس الكلام اللي شرحناه، الفيديو هذا برضه يشرح نفس الكلام اللي شرحناه، بتروح تشغل الفيديو وتروح اليونت 10 سبجكت سلايد 24 وتشغل الفيديو، حيقول لك نفس الكلام اللي قلناه بس حيكون باللغه الانجليزيه، وهذا ربما حتى برضه تستفيد تحسن لغتك الإنجليزية إذا كانت ضعيفة. نفس الكلام، نفسه برضو نفس الكلام اللي شرحناه سابقا تماما. معلش خلينا نرجع للجدول هذا. إذا دائما العامل اللي جهده أعلى يمثل المهبط في الخلية الجلفانية، ولجهة أقل يمثل المصعد في الخلية الجلفانية. لازم ننتبه الشيء هذا، أشرنا له سابقا، لكن أنت لما تفاعل السيريوم مثلا مع الحديد السيريوم حيمثل المهبط لأنه عامل مؤكسد، والحديد حيمثل المصعد لأنه عامل مختزل. فالنقطة هذه لازم نحن ننتبه لها في بالنسبة للخلية الجلفانية. طيب كيفية وزن معادلة الأكسدة والاختزال، عملية وزن الأكسدة والاختزال. طبعا هنشوف كيف الخطوات المتبعة لوزن عملية الوزن تفاعل الأكسدة والاختزال في الوسط الحمضي. في الوسط القاعدي نفس الشيء، بس اللهم إضافة إيش الخطوات المعلمة بستار أو نجمة، هاي تضاف في حالة فقط إيش البيزك ميديوم الإضافة. أول حاجة طبعا ضروري نحن نقسم التفاعل إلى نصفين، ريدك اكسيديشن وريدكشن، زي ما لاحظنا سابقا الزنك والحديد تقسم الى نصف تفاعل اكسده نصف تفاعل اختزال. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تحاول تازن الذرات طبعا في الازاز غير طبعا الهيدروجين والاكسجين، فتازن العناصر بعدين تازن الأكسجين عن طريق إضافة الماء H2O. إذا تازن الأكسجين إذا كان في فرق في الأكسجين في الناحيتين تضيف الماء لوزن الأكسجين، تازن الهيدروجين عن طريق إضافة إيش أيون الهيدروجين، نازل الهيدروجين في الطرفي المعادلة في طرفي نصف التفاعل، تكلم عن نصف التفاعل عن طريق إضافة أيون الهيدروجين، نوازن الشحنة عن طريق إضافة الإلكترونات، عن طريق إضافة الإلكترونات توازن الشحنة. طبعا تضرب كل نصف تفاعل بواسط عدد بحيث تجعل عدد الإلكترونات إيش متساوي في الطرفين في التفاعلين. إذا تضرب عدد الإلكترونات كل نصف تفاعل بعدد، إذا كانوا متساويين ما تحتاج تسوي شيء، أما إذا كانوا مختلفين واحد اثنين واحد ثلاثة، طبعا الاثنين حتضرب في ثلاثة والثلاثة حتضرب في اثنين حيطلع كل اثنين متساوي ستة ستة. بعدين هنا تجمع
نصفية التفاعل وتختصر زي ما حنشوف بعد شوية. هنا في حالة الوسط إذا كان التفاعل في الوسط قاعدي تضيف OH إلى كل جانب حتى تعادل الأيونات الهيدروجين. فنضيف OH لمعادلة أيون الهيدروجين بدل ما نضيف هنا H لمعادلة أيون الهيدروجين. طيب هذه الملاحظة خاصة فقط إذا كان التفاعل يتم، حنشوف طبعا المثال. لاحظ هنا الفيديوهات برضو تشرح لك كيف وزن المعادلة، تروح عندك فيديوين واحد اثنين تروح لهم يونت 10 سبجكت سلايد 28، ففي 28 و 28 A 28 وفي 28 A فكلهم طبعا هذا الفيديو وهذا الفيديو يشرح لك عملية وزن المعادلة. فإذا لم تتوفق معي ممكن توفق مع الراجل اللي يشرح كيفية وزن المعادلات. طيب ناخذ مثال، شوف وازن تفاعل لاكستا والاختزال. هذا البرمنجانات تفاعل مع اليوديد يعطينا المنجنيز الثنائي واليود. هنا نقسم الى نصف التفاعل زي ما قلنا، نقسم التفاعل الى نصفين. لاحظ هذا اول خطوه، نقسم الى نصفين. طبعا كيف نقسمهم؟ لاحظ لو شفنا الحاله التاكسد عشان نعرف الحاله التاكسد ايش اللي صاير، 4 في ناقص 2 ناقص ايش 8، وش اللي خلى ناقص 8 تصير ناقص 1؟ معناته هذا لازم تعادل ايش؟ بزايد 7. اذا الحاله التاكسد المنجنيزي زايد 7 وهنا زايد 2، واضح عندك هنا زايد 2. اليوديد طبعا معروف الحاله التاكسد ناقص 1، هنا عندك ناقص 1 تحول الى 0، من ناقص 1 الى 0 طبعا فقد الكترون واحد، اليوديد الواحد فقد الكترون واحد. اذا حتعرف انه المنجنيز اختزلت واليوديد تاكسد، يعني بمعنى اخر البرمنجنات عامل مؤكسد لانه اختزلت واليوديد عامل مختزل لانه تاكسد. اذا البرمنجنات عامل ايش؟ مؤكسد لانه اختزل، واليوديد عامل مختزل لانه تاكسد. فتقدر فين عندك نص، هذا نص تفاعل وهذا نص تفاعل، هذا اليوديد تحول الى يود، معناته ايش؟ عندك فقد كم الكترون واحد، لكن عندك اثنين يوديد فقد اثنين الكترون. البرمنجنات اكتسبت 5 الكترونات زي ما قلنا، من 7 الى 2 اكتسبت 5 الكترونات، ها برمنجنات زائد 5 الكترونات صار المنجنيز. الان نعادل الاكسجين في نصف التفاعل هذا بإضافة الماء. نشوف كيف نضيف الماء. هذا البرمنجنات أضفنا الماء، يعني عندك هنا 4 أكسجين فأضفنا الطرف الآخر 4 جزيئات ماء حتى يعادل. طبعا لما أضفنا ماء صار عندك الهيدروجين كم هنا؟ 8، والهيدروجين هنا ما في هيدروجين، فنضيف إيش؟ نضيف 8 هيدروجين. شوف نضيف الهيدروجين للطرف الآخر هنا. هنا ما يحصل التغيير، هنا ما يحصل، ما في مشكلة، ما في عندك لا أكسجين ولا هيدروجين. لا عشان كذا ما سوينا في شيء، كل شغلنا على نصف التفاعل هذا. إذا الأكسجين هنا حتى نعادله نضيف 4 جزيئات، لاحظ 4 جزيئات ماء حتى صار عندك الأكسجين 4 4. الآن صار عندي الأكسجين هنا 8، أضيف للطرف هذا 8 أيون الهيدروجين. إحنا قلنا نازل الهيدروجين بإضافة أيون الهيدروجين ونازل الأكسجين بإضافة الماء. الآن طبعا أصبح عندك هذا نصف تفاعل متوازن. الباقي علينا إيش؟ الإلكترونات. طبعا هنا الإلكترونات كم؟ هنا 2 إلكترون وهنا 5. لازم نساوي عدد الإلكترونات. كيف نساوي عدد الإلكترونات؟ طبعا تضيف، طبعا تضرب في 5 هذا، إذا ضربت نصف التفاعل هذا في 5 يطلع 10، وإذا ضربت هذا في 2 يطلع 10، 2 في 5 ب 10، وهنا 2 في 5 هذا نصف التفاعل هذا نضربه في 5، ونصف التفاعل هذا نضربه في 2 حتى تساوي عدد الإلكترونات، فأصبح عندك 10
لما تضربها تلاحظ 5 × 10 5 × 1 × 5 لاحظ و5 × 2 × 10 هنا لما تضربها في 2 لاحظ 2 في البرمجة يطلع عندك 2 هنا 2 × 5 × 10 هنا 2 × 8 × 16 هنا 2 منجنيز والماء صارت 8 الآن تضيف نصفي التفاعلات مع بعض إضافة مع بعض ستجد أنه لاحظ يعني عندك هذا نصف التفاعل هذا نصف التفاعل طبعا حنشكلنا حنا الشكل المكسد يتفاعل مع الشكل المختزل هذا هو احنا كتبنا طبعا هذا لاحظ هنا هذا كتبنا انه ياخذ الكترونات بين هنا كتبنا يفقد الكترونات لان هذا عامل مختزل وهذا عامل مكسد العامل المختزل يفقد الكترونات والعامل المكسد ياخذ الكترونات الان تجمعهم مع بعض اجمع فقط هذا زائدا هذا واجمع هذا مع هذا مجرد ايش والغى الالكترونات طبعا الالكترونات تروح مع بعض تختصرها يطلع عندك تحصل على التفاعل هذا هو يطلع عندك هذا وعندك هنا التفاعل بعد ما تخلصنا من الالكترونات طيب في الوسط القاعدي في طبعا ثلاث اضافات اللي هو على البالانس دايركشن الاسيديك سوليوشن كما في الوسط الحمضي وبعدين تضيف او اتش لمعادلة ايونات الهيدروجين في الطرفين نضيف الاو اتش لاحظ لما تضيف الـ OH على الطرفين الـ OH حيتفاعل مع الـ H يكون لك الماء وبالتالي ممكن تلغي الماء من الجهتين تختصر الماء من الجهتين لا خلنا نشوف شلون ايش يصير وراء الكلام هذا يقول لك وازن التفاعل السابق بس يكون في الوسط ايش القاعدي هذا مثال خلنا نشوف هنا وش اللي صاير هنا طبعا الفيديو تحاول تشغل الفيديو تروح لليوتيوب تكتب يونت 10 سبجكت سلايد 32 يطلع عندك الفيديو هذا ويشرح لك كيف الموازنه التفاعل في الوسط القاعدي لاحظ حيكون عندنا نفس التفاعل هذا التفاعل عندنا في الوسط الحمضي ايش حنسوي له نضيف طبعا او اتش تضيف او اتش الى الطرفين لاحظ هنا 16 او اتش 16 او اتش ليش اضفنا له طبعا لما اضفنا طبعا لاحظ عندك 16 ايون الهيدروجين اذا اضف 16 او اتش في الجانب الاخر ايضا اضف 16 او اتش ليش؟ لان الاو اتش حيتفاعل مع الاتش يكون لك ماء لاحظ 16 اتش 2 الطرف هذا اذا بقى زي ما هو 16 او اتش حتبقى زي ما هي لاحظ عندك هنا 8 ماء وعندك هنا 16 حتختصر طبعا حتختصر حيبقى عندك ايش؟ حتشيل منها 8 حتشيل منها 8 حيبقى 8 ماء لاحظ حنشيل الماء 8 هذه حنشيل هذه من ال 16 نشيل منها 8 يبقى عندك 8 والاو اتش تبقى زي ما هي الاو اتش تبقى 16 او اتش تبقى زي ما هي بالطريقه هذه طبعا احنا ايش وزننا المعادله في الوسط القاعدي باستخدام الاو اتش لتخلص من ايونات الهيدروجين طيب اذا الان لو اجي اعطيك اي تفاعل واقول لك وازنه في الوسط الحمضي او وازنه في الوسط القاعدي تستطيع ان موازنته باتباع الخطوات هذه الان رمز الخليه القلثانيه احيانا نستخدم رمز الخليه حتى يوفر علينا حاجات كثيره من الكلام يعني بدل ما تكتب لك نص صفحه كلام هذا يعطيك اياها يوضح لك اياها دائما نرمز الخليه القلثانيه دائما شوف الشحطتين هذه تمثل
الخلية القنطرة الملحية زي ما احنا عارفين. اللي على يسار القنطرة الملحية هو الأنود، واللي على يمين القنطرة الملحية هو الكاثود. ففي الخلية السابقة، الخلية الجلفانية السابقة نرمز لها بالرمز كذا. معناته ايش يعني؟ يعني انه فلز الزنك يتحول، يفقد الكترونين ويتحول لايون الزنك، والحديد الثلاثي ياخذ هذه الالكترونات ويتحول الى حديد ثنائي. طبعا هنا شحطة، وبعدين البلا هنا سلك البلاتين اللي يوصل بين القطبين، ما هو مشكلة. ليش احنا حطينا هنا داش وين حطينا فاصلة؟ طبعا هنا حطينا داش لانه هنا صلب وهنا سائل، في طورين مختلفين، الشكل المؤكسد والشكل المختزل في طورين مختلفين. هذا الشكل المؤكسد وهذا الشكل المختزل في طورين مختلفين، هذا صلب وهذا في المحلول، بينما هذا كلاهما في المحلول، ولذلك حطينا فاصلة، كلاهم في طور واحد، كلا الشكلين المؤكسد والمختزل في طور واحد، عشان هيك حطينا فاصلة. ولذلك تقدر انت الان تكتب رمز الخلية، اي خلية جلفانية، بالاعتماد على المعلومات هذه. تذكر دائما الانود في الجهة اليسرى من القنطرة الملحية، والكاثود في الجهة اليمنى من القنطرة الملحية. تأكل تحول هنا في الانود، لاحظ الشكل المختزل يتحول للشكل المؤكسد، هذا الشكل المؤكسد، وهنا في الكاثود الشكل المؤكسد يتحول للشكل المختزل بالعكس. طيب طبعا من اهم المعادلات في الكيمياء الكهربائيه اللي هي معادله نيرنست، معادلة نيرنست لحساب الجهد القطب، نيرنست إكويشن، هذه معادلة نيرنست لحساب جهد القطب. فلما يكون عندي جهد قطب سواء كان مصعد ولا مهبط، أقدر أحسب جهده بتطبيق المعادلة هذه. هذا جهد القطب يساوي الجهد القياسي للقطب، عرفنا الجهد القياسي للقطب زائدا R اللي هو ثابت الغازات العام، T درجة الحرارة المطلقة، N عدد الإلكترونات المنتقلة في نصف تفاعل القطب قبل الوزن في نصف التفاعل، F ثابت فاراداي، هنا التركيز المولاري للشكل المؤكسد، هنا على التركيز المولاري للشكل المختزل، هنا لن. طبعا اذا حولنا لن الى لوج وحولنا هذه التوابل عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، المعادلة هذه تتحول الى المعادلة البسيطة هذه. هذه المعادلة حولناها إلى المعادلة البسيطة. شوف لما حولنا التوابل عند درجة حرارة الغرفة وحولنا اللن إلى لوج، طلع عندي الجهد القطب يساوي الجهد القياسي زائد 0.259 على N عدد الإلكترونات المنتقلة في نصف التفاعل، وأكد في نصف التفاعل وليس في التفاعل الكامل، يعني قبل ما تنزل المعادلة في نصف التفاعل عدد الإلكترونات. هنا التركيز المولاري للشكل المؤكسد على التركيز المولاري للشكل المختزل، الحين بعض المراجع تعطيك ناقص هنا، تكتب هنا ناقص، اذا كتبت ناقص هنا حيطلع الشكل المختزل فوق والشكل المؤكسد تحت، ما في مشكله. لاحظوا لو نرجع للمعادله، لاحظوا ايش العوامل المؤثره على الجهد، هي درجه الحراره وتركيز المولاري للشكل المؤكسد والتركيز المولاري للشكل المختزل، هذه العوامل المؤثره على جهد ايش؟ على جهد القطب، درجة الحرارة والتركيز المولاري للشكل المؤكسد والتركيز المولاري للشكل المختزل. الآن ثابت الاتزان في تفاعل الاختزال، كيف نحسب ثابت الاتزان؟ لاحظ التفاعل هذا اللي احنا ماشي معاه الحديد والزنك، ثابت الاتزان يساوي النواتج على المواد المتفاعلة زي ما قلنا. لاحظ التفاعل هذا طبعا في المعادلة هذه المواد الصلبة نعوض عنها بواحد لا ننسى، والماء أيضا تعوض عنه واحد إذا كان اشترك الماء أو أي مادة صلبة تعوض عنها واحد. الملاحظة الثانية خلال التفاعل لاحظ الحديد الثلاثي وفلز الزنك يتفاعلوا ويتحولوا لأيون الحديد الثنائي والزنك الثنائي، لذلك طبعا هذه الأنيات تزداد
لاحظوا أن في الخلية الجلفانية جهد المهبط عالي وجهد المصعد منخفض. اللي يصير أثناء مثلا عمل البطارية شو اللي بيصير؟ المهبط يقل جهده والمصعد يزداد جهده، لين ايش؟ يصل الجهدين متساويين، بالتالي طبعا يقف التيار الكهربائي، نقول البطارية فضيت، خلاص فضيت البطارية. فالجهد المهبط يكون عالي وجهد المصعد منخفض. زي مثلا عندك خزانين موية، واحد فيه مليان وواحد فيه نصفه، لو وصلتهم ماسورة على مستوى واحد، لو وصلتهم ماسورة مثلا أنبوب، ستجد أن الماء ينتقل من الخزان اللي فيه المليان إلى الخزان اللي فيه نصفه، لين يتساوى الماء في الخزانين وبالتالي يتوقف سريان الماء. نفس الكلام هنا، المهبط جهده عالي والمصعد جهده منخفض، ستجد أنه الجهد المهبط يقل لين يصل لين تصبح جهد المهبط مساوي لجهد المصعد، في الحالة هذه يقف التيار الكهربائي ما عاد يمشي، ونقول على البطارية فضت. لاحظ هذا الكلام، إذا عند الاتزان يكون الجهدين طبعا متساويين. إذا عندما تفضل البطارية نقول جهد الخلية يساوي صفر. لما تفضل البطارية نقول جهد الخلية تساوي صفر. في الحالة هذه جهد الخلية هو يساوي جهد المهبط ناقص جهد المصعد، لازم نفهمها. هذه لازم نفهمها. جهد الخلية أو جهد التفاعل أكسدة الاختزال يساوي جهد المهبط اللي هو جهد العامل المكسد ناقص جهد المصعد اللي هو جهد العامل المختزل. إذا مرة ثانية، جهد الخلية أو جهد التفاعل أكسدة الاختزال يساوي جهد المهبط اللي هو عبارة عن جهد العامل المكسد ناقص جهد المصعد اللي هو عبارة عن العامل المختزل. عند الاتزان لما تفضل البطارية هيبقى عندك يتساوى الجهدين، وبالتالي حيكون يساوي صفر. فعند الاتزان حيكون جهد المهبط يساوي جهد المصعد. فهنا لاحظ هنا نطبق معادلة نيرنست على كل من جهد على المهبط والمصعد. زي ما قلنا شوف هنا عندك هنا اي كاثود يساوي اي انود، فتطبق معادلة نيرنست على الكاثود ومعادلة نيرنست على انود اللي هو المصعد والمهبط، ثم ترتب المعادلة هذه حتحصل في نهاية الموضوع الى لوغاريتم ثابت الاتزان يساوي 2 ضربا في طبعا هنا لاحظ هنا 2 اللي هو في عدد الالكترونات المنتقله في التفاعل، عدد الالكترونات المنتقله في التفاعل لاحظ وليس في نصف التفاعل، ها يعني الحديد لاحظ في نصف التفاعل 1، عدد الالكترونات الحديد في نصف التفاعل 1، الزنك عدد الالكترونات في نصف التفاعل 2 صح، لكن في التفاعل كله عدد الالكترونات يساوي 2 يساوي جهد المهبط جهد القياسي للمهبط ناقص جهد القياسي للمصعد، ها الجهد القياسي للمهبط العامل المكسد الجهد أعلى ناقص الجهد القياسي للمصعد اللي هو العامل المختزل اللي جهده أقل على 0.259. من المعادلة هذه معروف، هذه معروف تقدر تحسب ثابت الاتزان. إذا أي تفاعل أكسدة الاختزال نطبق عليه هذه المعادلة لحساب ثابت الاتزان في تفاعل أكسدة الاختزال، تعرف بس إيش العامل المكسد إيش العامل المختزل وكم عدد الإلكترونات المنتقلة في التفاعل تقدر تحسب ثابت الاتزان. طيب إذا هذه هي المعادلة العامة، هي كاثود جهد قياسي للكاثود ناقص الجهد القياسي للأنود، هنا إن حطينا كابيتال تدل على أنه عدد الشروط المنتقلة في التفاعل وليس في نصف التفاعل. بالنسبة لمعدل سرعة تفاعل أكسدة الاختزال بشكل عام نعطي بعض الملاحظات اللي طبعا ملاحظات عامة. تفاعلات الأكسدة الاختزال العضوية عادة تكون بطيئة مقارنة بتفاعلات الحموض القواعد أو تفاعلات الـ T، فتكون عادة في الغالب تكون ايش؟ بطيئة. الملاحظة الثانية إذا كان عدد الإلكترونات المنتقلة
في نص التفاعل المهبط لا تساوي عدد الالكترونات، يعني نحتاج نضرب اذا كان مثلا عدد الالكترونات المنتقله في نص التفاعل المهبط لا تساوي عدد الالكترونات المنتقله في نص التفاعل المصعد، يعني نحتاج نضرب حتى نساوي عدد الالكترونات، فالتفاعل عاده يكون بطيء. اما اذا كانوا متساوي ما تحتاج تضرب، عندما تنزل المعادله ما تحتاج الضرب لان هم متساويين، معناته عاده يكون التفاعل ايش؟ سريع. اذا كان التفاعل بين كاتيون وانيون عاده يكون سريع. اذا كان التفاعل الاكثر اختزال بين كاتيون وانيون عاده يكون سريع. لاحظوا الجهد القياسي الايسل للتفاعل، الجهد القياسي للتفاعل اللي هو الجهد القياسي للمهبط ناقص الجهد القياسي للمصعد، اذا كان عالي فالتفاعل يكون تام، نقدر نقول على التفاعل تام كل ما كان. اذا وش المؤشر لتمام التفاعل؟ اللي هو ثابت الاتزان زي ما قلنا، وثابت الاتزان ايضا يعتمد على الفرق بين الجهد القياسي للفرق، فكل ما كان الجهد القياسي العامل المكسد قوي مرة والعامل المختزل قوي، مش معنى العامل المكسد قوي مرة، معناته الجهد القياسي عالي جدا، عالي من الناحية الإيجابية، والجهد والعامل المختزل قوي مرة يعني منخفض، الجهد القياسي منخفض، يعني صار الفرق في الجهد بينهم يكون عالي، فرق الجهد هنا بينهم عالي، معناته يكون التفاعل أقرب إلى التمام. لكن ليس ضروري أن يكون سريع، ترى ما يدل على السرعة. طبعا من الخطا الشائع احنا نقول اذا كان الفرق في الجهد القياسي بين المهبط والمصعد عالي معناه التفاعل سريع، لا، التفاعل ليس قد لا يكون، قد يكون سريع وقد لا يكون سريع، لكن المهم ان هذه تدل على التفاعل تام يتجه الى اليمين بشكل اكبر. ولذلك طبعا شوف عندك في هذا ثابت الاتزان يعتمد على الفرق هنا، كل ما هذا كان عالي كل ما كان ثابت الاتزان عالي، كل ما كان التفاعل اقرب الى التمام. ننتقل الى طبعا بالطريقه هذه يكون ايش؟ يعني هنا الاكسده والاختزال، وتفاعلات الاكسده مقدمه عن تفاعلات الاكسده والاختزال، وفي الجلسه القادمه سناخذ بعض التمارين المتعلقه بالحاجات اللي اخذناها في الجلسه. يعني الان اخذنا حاجات حنتاكد ان احنا فاهمينها، فالجلسه القادمه حناخذ التمارين محلوله ونحلها مع بعض، وحناخذ بعض الكويزات لعلنا برضو نتاكد ان احنا ايش فهمنا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.